صباح الخير، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. بصوا بقى، انا النهارده بعوض اليوم اللي باظ. انا كان في مفاجأة كبيرة جدا، والناس عمالة تقول لا ده ما فيش مفاجآت، انتي بتحوري، انتي ايه حوار العريس هرب، العريس هرب، كل الديتيلز بتاعت اليوم ده هتتكرر تاني، بس للاسف من غير طبعا الميك اب ارتست والهير ديسر والكلام ده كله. بصوا انا هبقى باللوك ده اوريدي، انا اللي عملت الميك اب، انا اللي عامله شعري وكل حاجه. بس يعني، وكمان كان معايا ناس كتيره كمان من صحابي، بس للاسف النهارده مش هيكونوا متواجدين كلهم. هما برضو قضوا معايا يوم لطيف ساعتها، برضو مع ان اليوم باظ، بس برضو يعني هنا نهايه لطيفه، ما فيش اي مشكله خالص. بصوا بقى، عشان تعرفوا بقى يعني تفاصيل المفاجأة وكده، لازم انت تكملوا الفيديو للآخر، لان انا برضو مش عايزة احرق المفاجأة. بصوا، مع انه عمال بيبوظ قسما بالله، بقاله اسبوع عمال يبوظ، كل يوم كل يوم يحصل حوار. واخر حوار حصل ان الدنيا كانت ساعتها بتولد، فانا قررت ان انا اجل كل حاجة ورحت لها. فعلا انا لغيت كل حاجة في ساعتها، مع ان اصلا يعني الناس كانت جاية في الطريق وحوارات كده، بس انا اجلتها على طول ورحت لها وقضيت معاها اليوم، وكنت معاها لحظة بلحظة من اول ما هي ما كانت بتولد لحد انا، عشان عارفة طبعا ان الوش والصداع بيوجع الدماغ، خصوصا لما بتكون واحدة واخدة بنج والكلام ده كله، فانا مجربة، فانا قررت بقى ان انا امشي بدري يعني. المهم، قبل ما تكملوا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس. المرمطة اللي انا بقيت فيها والجو بجد حر قوي قوي، وكمان انا رايحة المكان باوبر لحد ما رحاب جايلي، اصلا رحاب هتروح معايا وكده، هي جايه لي مع علي، فربنا يستر بقى. والفوتوغرافر هناك وناس كتير، انتوا هتتفاجئوا اصلا، انتوا هتتصدموا بجد. كملوا الفيديو للاخر وهوريكم كل التفاصيل، واهم حاجه اهم حاجه تكملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا كل حاجه. اجري. هو انا عايز افك ده؟ طب انا عايز افك. يعني احنا ممكن مثلا نعمل كده، انت قاعده بس كده وانت ماسكه من هدوم. لحظة دخول العريس. سامحني يا عبدو، سامحني يا عبدو، انا ما كنتش يا جماعة، مش انا ما كنتش اعرف ان انتوا جايين هنا بصراحة، عشان ما يزعلش مني. ها، انت السبب. انا فاكر ان انا جاي هنا مشوار، هنقعد في التجمع شوية بس. شبه الخلق الناطق. بس يا حبوكش، بص يا جماعه الكلب، بصوا الكلب بيتشعل ازاي. بص الكلب واقف ازاي.
يا ولاد ميتين سيبوني في حالي. عايز اجري مش هنصور النهارده. مبسوط يا اسطى؟ مبسوط طبعا. هيكون في ايه يا اسطى؟ يلا يا اضحكي بقى. بس خلاص من أغمشة. المتعب المقرف الخوف الرعب. انا عايز اقول لك ربنا يكمل لك على خير وان شاء الله. لا لا ربنا يكملها لكم على خير يا رب. كمل على خير ايه؟ ربنا يكمل لكم على خير. انا بس بصور الفيديو قبل ما اشوف عيالكم ان شاء الله. تخيل ايه قبل ما اشوف عيالك انت يا بعيد. ايوه هاتي العريس بيتخانق. بصوا شايفين؟ بيعمل ايه شايفين؟ عريس همجي غبي مو
هموت انا في الغباوه. قرقنا اه تمام خلاص. انت النهارده حديث السوشيال ميديا من الصباح، قول لنا القصه جت ازاي وبعد كده هندردش في المفاجآت اللي حضرتك محضرها لنا النهارده. انا هبه مبروك، بلوجر وانفلونسر على اليوتيوب. طبعا يعني انا في بدايه الامر، هو كل الحوار يعني انا ما اتجوزتش كلب ولا حاجه، هو كان مجرد فكره سيشن مجنونه. الكلب ده طبعا كان بتاع حد يعني برده من صحابي وكده، وهتلاقوا برده ان الصور انا اصلا كنت خايفه منه وانا بتصور معاه. بس هو كان برده كان داعيه للدريس اصلا، وحتى ان انا حاولت ان انا اعمل برده السيشن ده كذا مره بس يعني ما حصلش نصيب. الفكره جات لك ازاي؟ طيب الفكره جات لك ازاي؟ شفت السيشن ده قبل كده مع حد اجنبي فعجبتني الفكره، كان بقى ساعتها ملبسينه تاج ورد وبدله وبتاع، بس للاسف ما لحقتش اعمل كل الكلام ده. يعني انت بتقولي لنا النهارده عبر بوابه فيتو ان دي كانت عباره عن سيشن، مجرد سيشن، مجرد دعايه سيشن. بالظبط دعايه للدريس يعني. طب انت ردود الافعال شفتيها ازاي؟ لا الناس يعني حقيقي بجد ما سابونيش في حالي اصلا، الناس بجد انا ما لقيتش ولا كومنت حلو اصلا. اللي هو انت ازاي بتقولي كده، انت الكلام مش حلو يعني بصراحه. طب ده يعني ده انت قابلتيه ازاي؟ يعني انت اتضايقتي؟ لا هو ولا انت من خلالنا عايزه توضحي ان الموضوع ما كانش في دماغي ان ممكن يعمل يعني كده، ان انا اواجه اصلا شتايم فعلا رهيبه جدا، وان انت بتعملي كده لاجل الفلوس ومش فلوس، بس هو ملوش علاقه بفلوس اصلا. يعني لما بيجي بعمل دعاية للفستان او للمكان بعمله فور فري اصلا. فدلوقتي يعني انا مش عارفه والله عايزه افهمها لك ازاي. بس هو اي يوتيوبر واي بلوجر واي انفلونسر يعني في مصر اصلا بيواجهوا دايما الشتايم، فهم بقوا اتعودوا تقريبا، خدوا مناعه. طب انت قبل الموقف ده تعرضتي للمواقف قبل كده بنفس القوه؟ لا مش بنفس القوه بصراحه. طب ايه اللي عملتيه قبل كده وحصل على؟ لا والله هو الفانز دايما يعني بيحب ان هو يعلق على اسخف حاجه يعني. ممكن مثلا لو حاجه مثلا هقول لحضرتك، فلنفترض ان النجفه دي وقعت واحنا ما علقناهاش لسه، انا لسه ما علقتهاش وكده من ساعه ما وقعت، وانا بصراحه حاسه ان هي فال وحش يعني على ابني، فبقيت خايفه ان انا اعلقها لو تقع تاني. قعدوا يقولوا تعليقات بقى سخيفه، ما تعلقيها، ايه القرف اللي انت بقيتي فيه ده، اهتمي بشقتك ومش اهتمي بشقتك، مش عارفه، ويجي يفضلوا بقى يعني انتقادات وحشه جدا يعني. طب انت يعني انت شايفه ان احنا في مجتمع شرقي أو. لما انت تعملي حاجه زي كده وتعلني على السيشن، انا حبيت بس ان انا اكسر روتين السيشن، مش كل شويه اطلع بسيشن ان انا اكون لابسه دريس والف نفس اللفه وارفعه نفس الرفع. انت اصلا لو دخلت لاي بلوجر هتلاقي ان هو نفس الكلام ده، هتلاقي ان طول الوقت لابسه فستان مثلا منفوش لازم تقوم مطيراه كده، هو ده السيشن. لا فانا حبيت بصراحه. اغرب طبعا انت تابعتي التعليقات من اول ما نزلت الصوره يعني، صح؟ للاسف يعني للاسف انا اول مره في حياتي اتابع تعليقات اصلا. اول مره في حياتك رغم ان انت بقالك فتره كبيره يعني بتروحي وبتقدمي وبقابل اوريدي فعلا يعني كومنتات سلبيه كتير. تمام. اغرب كومنت قابلتيه كان ايه؟ بكل صراحه يعني يقولوا لي مثلا ما الطيور على اشكالها تقع، ما انت لقيتي اللي شبهك اللي هو الكلب يعني كده يعني. فكرتي تخشي تردي على حد؟ لا. ليه بقى؟ لما بخش برد على حد يقعدوا يقولوا لي يعني بيزودوا بقى الطينه بله، ويحبوا بقى ان هم يشتموا اكتر لان هم بيبقوا مستنيين مني رد. يعني كذا مرة اصلا حصل معايا الموقف ده، بلاقي بقى يعني مثلا الاقي مثلا ان في كومنت واحد سلبي وباقي حلو، لو رديت على واحد سلبي بلاقي بقى انه كله بيبقى سلبي عشان بيبقوا عايزين ان انا ارد عليهم، ما اعرفش ايه السبب. طب رغم اللي بتتعرضي له ده كله، من وجهة نظرك وبكل صراحة بتنصحي البنات ان هم يمشوا في نفس المجال اللي انت ماشية فيه، ولا من الاضرار زي ما انت بتقولي اللي انت شفتيها والكلام ده كله،
ما تنصحهمش ان هم يدخلوا في المجال، ولو هيدخلوا يدخلوا في مجال ايه بالظبط يعني؟ يعني الانفلونسر وبلوجر والكلام ده كله، هو اي واحد اصلا محتوى فيديوهات على التيك توك والانستجرام والحاجات اللي احنا بنشوفها دي كلها. لا هو في ناس بتخش لها بطريقه مش لطيفه، فانا مش بنصح البنات دي خصوصا الاندر ايدج اصلا، بلاقيهم داخلين بطريقه اللي هم عايزين يكسبوا الناس يعني باي طريقه، عايزين يبقى ليهم فانز، حتى لو الفانز بيشتموا بيخشوا مثلا بطريقه شمال مش كويسه. فانا انصح البنات ان هو مثلا لو عايزين يقدموا محتوى، عايزين يكبروا مشروع، عندهم فكر ووعي اصلا اللي هيعملوه، فا اوكي يخشوا الميديا، الميديا كويسه يعني. انت دخلتي امتى المجال ده؟ حوالي سنتين. من سنتين. ايه اللي دفعك ان انت؟ والله يا جد بالصدفه، جد بالصدفه، بالصدفه جدا يعني. احنا برده كان سيشن ده اللي كمان يعني، وكان برده مع نفس الفوتوغرافر ده، الحظ النصيب بقى. كنت انا ويعني اللي كان جوزي يعني، عملنا سيشن كولر، وساعتها بقى فجاه لقيت ان الفيديوهات ضربت جدا، ولقيت ان بقوا بينادونا في الشارع انتوا بتوع الكولر، انتوا بتوع الكولر. من هنا بقى بدأنا بقى، لقينا بقى نفسنا بقى بنتشهر على السوشيال ميديا بقى كلها. هل موضوع الانفصال بزوجك خلاكي مثلا ممكن تكوني فاضية اكتر ان انت تكملي في القصة، ولا هو كان قبل مثلا؟ هو كان قبل، كان طبعا برضو كنت ببقى مشغولة والكلام ده كله، بس دلوقتي بقاش يعني، بقيت قاعدة اللي هو لوحدي مثلا عند اهلي وكده، فبقيت بقى طول الوقت بابني، عايزة اقوم اصور اصلا ما بعرفش اصور، يوم ما بصور ده بيبقى يوم كارثة بسبب صعب. ابني وكده طبعا الموضوع صعب. انت حضرتك شفت بمناسبة ان انت ذكرتي اهلك في القصة، اكيد طبعا كل واحد بيبقى داخل مثلا اي مجال بيقدم له نصايح من اهله، طبعا. لا تدخل، لا ما تدخلش، وساعات طبعا لما يبقوا معترضين على شغلانة طبعا بيبقى الانسان بيحاول يفكر ان هو يتردد للموضوع مرة واثنين وثلاثة. ايه اهلك نصحوكي بيه؟ وانت وواجهوا قصه الشهره دي ازاي؟ وهل عرفوا ان انت اتشهرتي فعلا على السوشيال ميديا والكلام ده كله؟ عايزين نعرف رد فعلهم بالظبط يعني. هما الاول بصراحه كانوا قلقانين. مش الاول، بصي، عايزين يعني الوالده لوحدها والوالد لوحده. تمام. انا ماما الاول ما كانتش عايزاني اخش المجال اصلا. هي موظفه ولا لا؟ ربت منزل. تمام. اللي هو بتقول لي يعني الناس اصلا طبعا انت عارف المجتمع الشرقي وكده، يجي يقولوا لا غلط ان البنت دي تشهر، صورها تنتشر، ممكن يركبوا صوره، عارف انت الاسلوب القديم ده اللي هو ممكن ياخدوا وشك ويركبوه على جسم، الكلام ده كله. فماما بصراحه كانت حابه، بس واحده واحده يعني الحمد لله اقتنعت، وكمان بقت عادي يعني، بقت بتصور معايا والكلام ده كله. والدتك دخلت القصه معاكي؟ وبابا برده نفس الكلام، بس بابا ما بيظهرش معايا على طول لانه طول الوقت بيبقى في الشغل بصراحه. شغال ايه؟ هو كان شغال في شركه حديد والصلب بس قفلت. تمام. وهو اصلا شغال كهربائي، في اي حاجه تلاقيه. طب رايهم ايه في السيشن ده عموما الاخير ده؟ هو للاسف يعني ما يعرفوش عن السيشن ده اي حاجه لحد دلوقتي. ان يعني الحمد لله ان النت عندها فاصل، بس هي كده كده كانت عارفه يعني بالحركات اللي انا بعملها، ان انا عماله اقول لها يا ماما انا هعمل سيشن مجنون، زهقت من افكار السيشن المعتاده اللي هو هتصور في مول، هتصور في الشارع، الكلام ده كله. طب احنا دلوقتي في ناس كتيره متفاعله معانا على صفحه فيتو، والناس كلها متوقعه ان احنا كنا جايين عشانه. احنا اعزائنا المشاهدين، احنا دخلنا عند استاذه هبه ما لقيناش الكلب، وهي شرحت في الاول وعايزينها تاكد تاني. والله الكلب مع صاحبتي للاسف يعني، هو مش معايا. هو الكلب بتاع صاحبتي اصلا مش مأجراه؟ ايه لا مش مأجراه. لا عموما يا جماعه بصوا، انا اصلا يعني انا مش باجر حاجه، يعني مش هاجر حاجه من فاهم اللي هو مثلا احنا لو مثلا حد عايز سبونسر فبنمشيها ان هو سبونسر قصاد بعض وكده، بيزنس قصاد بيزنس. بس الكلب مش معايا. موضوع الغموض نفسه في السيشن كان متعمد يعني؟ انت لما الغموض الغموض بمعنى ايه؟ انت نشرت صوره بالكلب وده زوجي، او انا اتجوزت الكلب، او انا ما كتبتش عليه ان هو زوجي ولا اي حاجه، انا حاطه عليه يافطه زي ما بتتحط مثلا، هقول لك اللي في الشارع، حفل زفاف. ايوه في اي حد هيشوفها هيفهم. هم اوريدي بقى خدوها كده، وخدوها بطريقه مش لطيفه برده يعني، مع انها فكره سيشن عاديه، وانا هوريك الصور يعني. طب انا هقول لك على حاجه، بس نتكلم بمنتهى الصراحه زي ما احنا اتفقنا قبل فكره البث المباشر.
انت قلت لنا ان انت كان في خلافات مع زوجك. وانت من شويه عرفتينا ان هو كان زوجي. احنا يعني مش عايزين ندخل في التفاصيل، ولكن توضيحا لبعض الناس، كانت المشاكل مثلا بسبب ايه؟ مثلا بسبب ظهورك على السوشيال ميديا؟ في اختلافات، في حاجه، وفكره ان الناس ربطوا الموضوع بان انت طلعتي قبل كده واعتقد اتكلمتي في الخلافات ديت. الناس بصراحه ربطوا الموضوع بالقصه دي. انا لاحظت الموضوع ده وكده، بس بصراحه هو ملوش اي علاقه، ده كان مجرد سيشن عادي جدا. طب ممكن لحظه، ممكن بس تديله ببرونه؟ طيب ممكن يسكت؟ جربي بس، معلش انا اسفه جدا. انا هقول لحضرتك دلوقتي، انا زوجي، احنا موقع متكامل جايبين لك كل انا زوجي ملوش علاقه بالحوار ده، او اللي كان زوجي يعني بالاخص. هو الاستاذ عبد الرحمن صح؟ بلوجر برضه. احنا بس بنعرف الناس. استاذ عبد الرحمن مبروك، ويعني احنا داخلين مع بعض اصلا السوشيال ميديا. تمام. هو لا ليه علاقه بتلقيح ولا بالكلام ده، انا ماليش في الجو ده بصراحه. انا لما بكون مثلا عايزه اتكلم عنه بتكلم عليه دايركت، يعني لو هجيب في سير هتكلم كده على طول، انما ماليش بقى في الجو اللي هو الغامض. في ناس فهمت ان ده اسقاط. يعني في ناس فهمت ان 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 الصوره دي كانت اسقاط يعني. هاتي انا اسفه جدا، معلش. ايه يا ماما؟ ايه يا حبيبي؟ ده ابنك ده؟ ده كنانة. عمره قد ايه؟ عنده 7 شهور. طب لما يكبر بقى هتقولي له على الموقف ده؟ هو هيعرف كل حاجة من غير ما اقول له. بس هو مش هادي. بس يعني هو الخلافات مع زوجك ما كانش ليها لا ملهاش اي علاقة يعني، فاهم؟ ولا الصورة فيها اسقاط ولا اي حاجة ولا اي حاجة. لا انا بتريق بس، فاهم؟ اللي هو مجرد سيشن. مجرد سيشن، انما انا ما اتكلمتش ان انا اتجوزت كلب اصلا. انا ما طلعتش اقول كده. ما خدتيش مثلا ان انت تختاري جمهورك مثلا؟ ما ترددتيش؟ ما حدش نصحك مثلا ان ممكن لا الناس تتكلم؟ هو طبعا حد شجعك ان انت لا هو السيشن حلو كده؟ يعني عايزين نعرف الموقف بالظبط. طبعا انت ما صحيتيش ما بين يوم وليله عملتي السيشن؟ طبعا كان في تحضيرات. انا بقول لك ده باظ كذا مره يعني حصل معايا مواقف كتيره وباظت. يعني انا بعد ما جبت ميك اب ارتست وهير ديرزر كل حاجه باظت، بس خلاص وحرون. هي بس دي اللي كانت يعني، كان بيقابلني الظروف اصلا بتحصل، مش عارفه اتكلم. كان بيتقابلني ظروف كتيره ان انا بتخليني اصلا امنع السيشن خالص، كنت باجله. مثلا اتاخرت عن ميعاد السيشن لان هو بيبقى محتاج ان هو في اضاءه معينه عشان نقدر نظبط فيها الايديت والكلام ده كله، بس هيك نام بقى خلاص. هو بالمناسبه مين بقى اللي سمى، مين صاحب الاسم دوت؟ ايه، احنا كنا بنتفرج على مسلسل تركي. تمام. فعجبني منه الاسم. كنت محتاره في كينان ويزن، فندى اخت استاذ عبد الرحمن وكده هي قالت لي ايه رايك في كينان وكده، فعملنا فعلا. حد حاول يصلح مثلا القصه وترجعوا لبعض، ولا هو طلاق خلاص يعني؟ اعتقد صح، هو خلاص انا ماشيه في الاجراءات. انت ماشيه في الاجراءات؟ هو زمان اصلا الجواب وصل. تمام. هو الكلام ده بقى يبقى من قريب يعني؟ هو من قريب. ايوه. طب بصي يا استاذ، يبقى دلوقتي معلش اتكلمينا بصراحه ماشي؟ تمام. دلوقتي انت قلتي ان السيشن ما كانش مقصود اللي الناس فهمته. بس في نفس الوقت لما حصل ردود الافعال وحصلت الضجه اللي حصلت على السوشيال، ده برضو ما ادكيش انطباع عكسي ان انت فرحانه بحاجه زي كده؟ افرح بايه؟ بان انت مثلا في فولورز. مفيش حد هيفرح بانتقادات، مفيش حد. بغض النظر، ما هو ممكن في ناس بتعمل حاجات وعارفه ان هي هتجيب مشاهدات كتير وفي لا مفاجأة. ده انا كنت بقول عليها حتى ان هي مفاجاه. يعني فاهم؟ يعني انا ما كنتش عامله حسابي على الانتقادات والكلام ده، انا كنت قايله لهم ان انا محضره لكم مفاجاه. هاتيها. كنت بقعد بقول لهم كده. كنت بقعد بقول لهم كده بس، فاهم؟ بقول لهم انا محضره لكم مفاجاه ما حدش يتوقعها، ما حدش يعرفها، وما حدش عملها في مصر اصلا. اللي هو انا بتكلم بخصوص سيشن، هم عارفين ان انا رجعت موديل، لان انا كنت قبل الجواز كنت موديل برضو. قبل الجواز؟ كنت موديل بس، وده الحوار.